السلام عليكم، كيفتما؟ لاباس؟ صحة لاباس، هانية الأمور. صراحة اليوم كنت غادي نرفع لكم فيديو خاص بالخياطة في الصالة، ولكن واحد الأخت قالت لي عافاكي ديري لنا فيديو تحفيزي. رجعنا من العطلة كلنا كسل وخمول. المهم فكرت نحط لكم هذا المقطع، يعني ما غاديش يكون فيديو طويل، فيه بضع كلمات نشجعكم يعني باش تجددوا الروح ديال العمل. فاول حاجه اخواتي، بعد ما يعني ترتبوا الركن ديال المنازل ديالكم وتقادوا ديك البليصه اللي نتوما كتخدموا فيها الخياطه ديالكم، يتوجدوا الباترون، توجدوا تويبات، المسائل كامله نتوما عارفين. قبل ما تجيو تدخلوا عندي القناه تتكوني يعني بالك مركزه معايا، يعني ماشي تدخلي تحلي الفيديو تبي معايا الدرس فيه مجموعه من التفاصيل وانت بالك مثلا مع العائله خصك تجيبهم مدرسه، او بالك مع الكوكوت عندك تنسى الوقت ديالها الى اخره. انتم عارفين هذه المسائل، فتتكملي الشغل ديالك كامل عاد دخل عندي مرحبا بك باش تركزي. ها باش تركزي. بالنسبه للموضوع ديال الخياطه، انا الحاجه اللي غنقول لكم حاجه واحده غتحفزكم اكيد. ما نهضرش على البنات اللي عندهم مشاريع، غنتوجه يعني غنخصص كلامي للسيدات ربات البيوت. نقول لكم والله الذي لا اله الا هو، شتي اذا تعلمتي الخياطه والفصاله على اصولها، عمر جيبك ما يخوى من الفلوس، ولو يكون ديك شي بسيط، ولو يكون قدر بسيط من المال يكون عندك في الجيب، وعمرك ما تبقاي بلاش، وعمرك ما تمد يدك. فانا كنظن هاد يعني هاد الكلام اللي قلت لكم دابا ما عمري ما قلته لشي حد، وكنقول لكم على الملأ، يعني كل شيء عرف الخياطه فيها الفلوس، ولكن كخصك تخدمي المعقول والاتقان والصبر، تصبروا باش توصلوا لهذا الشيء هذا. وغادي نقول لكم بضع كلمات، حيت انا على الفيس مره كنشوف البنات في الصفحه يعني كيولي عندي سكات، فمره كنمل لهم يعني كنكتب لهم بعض الكلمات كنشطهم شويه باش كيولي عندي تفاعل على الصفحه. فواحد المره كتبت لهم هذا الشيء اللي غنقول لكم دابا. رسالتك لهذا اليوم: كوني مختلفة متجددة، كوني متفائلة، تنشرين السلام والراحة أينما تواجدت. أنت متميزة، قادرة على تحقيق كل ما تريدينه. نعم تستطيعين، بإمكانك ذلك، لأنك صاحبة إرادة وعزيمة قوية، واثقة جدا بنفسك. رب العالمين كرمك ووهبك موهبة أو مواهب وحدك، ها وحدك تنفردين بها في هذا العالم. ابحثي عنها، ستجديها إن شاء الله، ثم طوريها. من علاماتها أنها شيء تحبينه كثيرا كثيرا، ولا تملين من القيام به ولو لشهور عديدة متتالية. موهبتك كنزك أيتها الرائعة، كوني أرقى أندر أعمق، كوني أنت. ودابا يعني الآن شدوا الهمة وانطلقوا نحو عالم الإبداع والتميز. رجاء من فضلكم، من فضلكم، أحلامكم بيدكم، كافحوا لتحقيقها، الله يعاونكم. بالنسبه للاسئله، انا عارفه بلي مقصره شويه في الرد عليها، ولكن اعذروني اخواتي ان الطلبات كثيره جدا، وانا كنعمل جهدي كل مره يعني ندوز واحد المجموعه منها. فدابا تفكرت طلب الاخت رضيه بخصوص الجيب ديال الشوميز، قالت لي المكان ديالو فين كيجي تحديدا، كيجي تقريبا مع الاسفل ديال لومونشور. غادي تشوفي دابا صور ديال موديلات ديال الشوميز، يعني على حسبك انت واش بغيتي تعملي جيب واحد او جيبين. وكذلك غادي تشوفي اخترت لك في هاد الموديلات جيبات مزيونين، يعني اختاري منها اللي بغيتي وموافقه ان شاء الله. دمتم سالمين وشكرا لكم.